إذا مشاهدينا الكرام، نوّل هذا الخبر العاجل. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أسمى تهانيه للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. أعاده الله علينا وعلى كل الإنسانية بالخير واليمن والبركات. هذا ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك المولى عز وجل في هذه الأيام المباركة أن يلهمنا الصواب لما فيه الخير والنفع لنا ولوطننا الغالي مصر. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أسمى تهانيه للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. أعاده الله علينا وعلى كل الإنسانية بالخير واليمن والبركات. ودعا الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك المولى عز وجل في هذه الأيام المباركة أن يلهمنا الصواب لما فيه الخير والنفع لنا ولوطننا الغالي مصر.